هي فيما على راديو. اهلا وسهلا ويا مرحبا, نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا, داخل او خارج حدود الوطن, وين ما يسلكم صوت يا فام. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الرابع من برنامج الدوامه, حلقه جديده وضيف جديد. ضيفتي اليوم من بين اهم وابرز المساندين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقرارات 25 جويلية, من اشد المهاجمين والناقدين لحركه النهضه اللي تعتبرهم سبب تدمير الدوله. البعض يشكك في معلوماتها ومصادر المعلومه, والبعض يعتبرها الصندوق الاسود للسنوات الاخيره. الوضع السياسي العام في تونس, علاقتها بالخارج واتهامها بالعماله الاكثر من جهه سياسيه, العمليات الارهابيه ومخطط اختيار رئيس الجمهوريه, هذا الكل اكثر نحكيوه اليوم مع ضيفتي الدكتوره استاذه علم اجتماع عسكري ورئيسه المركز الدولي للدراسات الامنيه والعسكريه مدام قعلول. مرحبا, سعيد جدا انك موجوده بحضنا مدام بدره قعلول. شكرا لقبول الدعوه. مرحبا. السلام ومرحبا بيك, شكرا لك على الدعوه وتقديم عجبني. ايوه الحمد لله, حاجه تبشر بالخير. برنامج الدوامه باش يزيد يعجبك ان شاء الله, خاصه انه يبدا بالالتزام هذا. مدام نعطيك تقراه ثم نبدا الحوار. بالصوت لو تسمح. إني الممضية أسفله الدكتورة بدرة قعلول, أتعهد بأن أكون صريحة وجريئة, هذه طبعا هذه من أهم ميزاتي, وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج طبعا, وأن أكون صادقة وحريصة على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة. كاملة صعبة شوية لكن الحقيقة نحاولوا. الحقيقة نتحمل مسؤوليتي طبعا فيما أقول, وطبعا دائما أنا أتحمل مسؤوليتي. تحيا تونس, يحيا الشعب ويسقط عدو الشعب. أحسن حاجة. تقبل تصحالي على الالتزام؟ طبعا. تفضل مدام. شكرا. بعد ما صححت قلك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا لقبول الالتزام. نبدأ حوارنا بأول فقرات ونخرج للشارع التونسي. نسأل على ضيفتي, غيبة في وسائل الإعلام المحلية في تونس قليلة الظهور, مش ما نقولش ما تظهر الجملة من تقريبا 2018-2017 تقريبا ما نشوفوش بدرة قعلول في الإعلام. والسؤال الثاني اللي تعاود برشا, هل انتظرت انها يكون عندها منصب اليوم في ضحكك سؤال. اي ضحكني برشا. هل انتظرت يكون عندها منصب اليوم في حكومة السيدة نجلة بودن؟ نعم ام لا, ذوما اهم اسئلة سألهم التوانسة, غيابك ولا المنصب. تفضل مدام جاوبي. نجاوبك. غيابي كان, انا اعتبر ان غيابي على الاعلام, ما كنتش انا نحب نغيب راه. مغيبة. عمري ما حبيت نغيب على الإعلام التونسي, بل بالعكس أنا نحس روحي إني تونسية ونحب الإعلام التونسي ونحب الظهور ونحب إنه الشعب التونسي يعرف برشا حقائق ويعرف شنو اللي فما وشنو اللي ما فماش. يعني إذا كان ما نعرفش أنا صدفة ولا ما نعرفش شنية, هل أنها هي العملية يعني تعتبرها صدفة؟ لا ما نجمش نعتبرها صدفة. إيه وأنا التزمت شكراً يعني فهمت. دونك ماهيش صدفة, طبيعي أن كل وسائل الإعلام يعني تقف مع عزشة عايت البدرة قعلول من 2018 عندما يعني فما خاصة عملية اللي صارت في عين سلطانة متاع ذبح الجنود التونس, العملية الإرهابية طبعا, العملية الإرهابية للحرس الوطني الله يرحمهم ويرحم كل شهداء الوطن صراحة, وخاصة من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي أكن لها كل الحب يعني واعتبر نفسي جزءا منهم. باعتبار أني 8 سنين تعليم عالي عسكري, درست بالمؤسسة الأمنية يعني المدرسة العليا للشرطة كذلك, فعندي يعني علاقة نقول باهية برشا بالمؤسستين, المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. فكل مرة لما نشوف أنه يتضرب أو واحد, هما كله شعب تونسي كلهم مواطنين, ليه منا دمنا طبعا, دمنا كله طبعًا. دمنا وكله معناها, فنكون أنا عندي نوع من
يعني الوجعة والحسرة خاصة حسرة كبيرة برشا. ووقتها أنا اتهمت، مش اتهمت يعني، قلت إنه المعلومة كانت موجودة ولم يتم التفاعل معها إيجابيا، ولم ينقذوا 6 شباب اللي أكبر واحد فيهم عمره 29 سنة. المعلومة كانت موجودة بالعملية موجودة الإرهابية دي. موجودة طبعا، يعني ما نرجعوش برشا، ما عادش نحب نرجع لك لكن أي من حقكم باش تعرفوا أكيد. وفعوض باش يعملوا معناها يحقوا في العملية الإرهابية، ولاو يعني كل مكينة كاملة خدمت على بدرة قعلول كيفاش عندها المعلومة، وهي قريبة من لطفي براهم، وهي كذا، وإن هي وهم اللي يعملوا في العملية، يعني من أنهم هم متهمين وليت أنا المتهمة واتهمت بالكثير من الاتهامات. على كل حال الحمد لله أنه إن شاء الله باش يجي نهار، وأنا متأكدة وأنا فرحانة ب 25، معناها أنه هو أكيد باش يجي نهار وباش تعرف فيها الحقيقة والحقائق، مش حقيقة مجموعة من الحقائق. أكيد باش تعرف، يمكن تهز الشارع التونسي كان يعرفوهم، أكيد باش تهز الشارع التونسي. والشارع التونسي أنا نشوف أنه شارع ذكي برشا وفطن برشا. صحيح في بعض الأحيان فما كان عليه نوع من الضغط الإعلامي اللي خدم لمشروع معين أو لمجموعة معينة وعمله انحراف وجهة، ومن بعد توا نحس أنه الشعب التونسي، باش نستعمل مصطلح تحبه، تصحيح مسار صار له، تصحيح مسار أنا نحبه برشا، ودياغت استعملته أنا أول واحدة وقلت هذا نسميه تصحيح مسار. هذا ليش قلت لك تحبوا نحبوا انا وانا نحب حاجه نكتشفها ونعملها، ونحب التميز، لاني انا في بالك اللي انا الوحيده في تونس اللي عامله دكتوراه في علم اجتماع عسكري، والاولى والوحيده، معناها الاولى والاخيره، والاخيره يظهر لي، علاش مش الاخيره؟ نتمنى لليوم الاخير لليوم ولا دونك انا عمري ما حبيت حاجه نتاع مسيو تو الموند، ما نحبهاش انا اصلا، نحب حاجه متميزه. واضح باش ما نعموش الاجابه مدام خاطر تفرعت بين الإجابة تغيبك على الإعلام اللي قلته. أنا أقول يقف وراءه، من يقف وراءه أكيد المنظومة السابقة كانت تقف وراءه، اللي ما حبش أنه تتفضح برشا حوايج، التسفير والتجيش والإرهاب والسلاح والمجموعات النايمة والكل هذكم هما ما حبوش. أنا ديما نقول أنه فما تلاقي ما بين رجل السياسة ورجل الفساد والمافيا، لأني هوش نعطي مصطلح آخر، أعطينا مصطلح وأنا ديما نستعمله. نحن كنا نعيش مع مرتزقة سياسيين ولم يكونوا سياسيين. مرتزقة سياسيين تعتبرهم، والمرتزقة والمرتزق يبيع ويشري كما يحب، يبيع ويشري، مكلف بمهمة ياخذ عليها مقابل، هذا مفهوم المرتزق. دونك انا غيبت عن الاعلام، واجابة للشعب التونسي وللناس الكل، واللي يحب درجع له واللي ما يحبهاش زاد كيف خاطر نعرف مدام. معناها راهو فما عملية تخمينات ولا لا مؤكد، مصادري تؤكد انه فما شكون 2018 واللي كان على راس الحكم، يعني لعب اللعبة مع شركاء الشاهد كان. يا سيد ما نعرفش، ما نجمش نقول يوسف الشاهد خاطر ما نعرفوش السيد. لا على راس الحكومة نحكي. قلت لا على راس السلطة، لا بركش هو يظهر لنا على راس السلطة، لكن فما شكون غيره على راس السلطة؟ رد بالك خاطر السلطة يزمك تفهمها، ما يشب اللي ظاهر، مش الفساد، مش لا الواجه، لا مش اللي ظاهر، مش اللي ظاهر. لا عنا اليوم شكون على السلطة، اللي ظاهر ولا فما شكون باقي في الخلف؟ اليوم بدأت تظهر الرأي، بدأت تظهر، بدأت أشوف هي نشوف. عبر التاريخ السلطة فما الظاهر، فما الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وتأثير الصف الثاني والثالث أكثر من الأول وأخطر أيضا من الأول. به قبل ما ناخذوا فاصل، كنت تطمح المنصب سياسي اليوم؟ طموح مشروع طبعا تموح. اليوم هي. لا انتظرت أنك تكون من اليوم من بين الناس اللي خذاه واللي لا. موجودين لا عندك المعلومة اللي ماكش موجود، كانت عندك المعلومة اللي انت مش موجود؟ طبعا عندي المعلومة اني انا مش موجودة، واني اصلا معناها مينيش ناوي على الوجود متاع اليوم. لا السؤال اللي حير برشا ناس اللي تبعوا بدرة قعلول وناس اللي يسمعوا فينا اليوم، منين مصادر بدرة قعلول؟ شنو علاقتها، شنو قربها برئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية؟ شنو اللي خلاها الف تحية للسيد الرئيس، الف تحية تنجي، ومن بعد باش نخلي لك فقرة شكر للسيد الرئيس نخلي لك هذيك. برشا ناس يقولوا منين تتنبأ بالمعلومات نتاعها، تتنبأ هو المصطلح اللي نستعمله كي نشوف بعض التدوينات قبل 25 جويلية، آخر تدوينة 24 جويلية. تو نرجعوا لها بعد الفاصل، خليكم معنا، راجعين.
هي فيما على الراديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفتي اليوم الدكتوره استاذه علم اجتماع عسكري ورئيس المركز الدولي للدراسات الامنيه والعسكريه مدام بدر قعلول. توت سويت في اول فقرات الحوار. زون فيرت. قبل ما نبدا الحوار تدوين البارح درنيرمون صراحة مستفزة شوية حسيتها في تعليق منك على الاحتجاجات اللي صارت معارضين للقرارات الرئيس قيس سعيد. تدوينة توصف فيها بالمستنسين بالعنف انهم اغبياء حافظين مش فاهمين. وصف معارضين ولا مختلفين في الرأي بالاغبياء مش مصطلح قوي شوية؟ عندك مصطلحات اخرين اقوى طبعا، بيوعة خونة عملاء وغيره من الكلام اللي ما نجمش نقوله مالوروزمون. اما عندك كلام قوي من سيدة عندها منصب وعلاقة بالدولة خاصة وبالمؤسسة العسكرية، مش كلام قوي شوية يعتبر؟ وخاطب القوم بما يفهمون. أنا البارح دايوغ قاعدة نتفرج، معناها هو كان جاء الأمر ليدي من المفروض أنه ما عادش يخرج حتى حد للشارع، الناس كل تلتزم لا مساند لا معارض، لا مساند ولا معارض، وحتى حد ما يخرج من المفروض. فهمت؟ قمع للحريات هذا مدام. لا مش قمع، مش قمع، مش قمع، مش قمع للحريات. هو أنه فما الدولة، أنا ديما نؤمن بالدولة، الدولة إذا كانت الدولة اليوم في مسار، يعني مسار صعيب شوية وفيها برشا مشاكل، فإني على الأقل خليني اليوم ننظم أموري نوقف الدولة. رحنا احنا مشكلة الدولة قاعدة تهتز. اللي فاهم الدولة ويحب على الدولة ويحب على مؤسسات الدولة والدولة يلزمها ترجع كما كانت، فإنه لا مساند مش ما يخرج. انت خرجت في مظاهرة مساندة للرئيس قيس سعيد. انا مشيت مشيت انا سوسيولوج، رد بالك انا سوسيولوج، مشيت تقيم في الوضع الاجتماعي طبعا تفسر نفسر انا حتى مشيت نهار الجمعه اللي قالوا 90 اللي ماشيين للبرلمان باش يقتحموه، مشيت وطليت وتفرجت، معناها قيت وهبطت تدوين. انا قلت الامن جاء والصحافه جات والشعب جاء والعروسه هربت، دونك دايوغ هبطت تدوين. ما جاوش كانوا في وقبلها لا، قلت انه اجماع باش تقعد في قهوه الغزاله اللي هي مقابله المجلس ومن بعد يبعثوا زوز ولا ثلاثه يجسوا النبض. انا قاريه ادبياتهم، انا قريت لهم كتبهم الكل، انا متبعتهم، انا نعرفهم بالضبط شنو تعرف فكرهم، يعني نعرف كل شيء، نعرف فكرهم ونعرف ادبياتهم وتاريخهم وكيف يتصرفون وكيف 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 يتآمرون وكيف وكيف. اذا انا قلت العنف البارح غاضتني زوز صحفيين الفوق يصوروا كل التضامن مع صحفيين التلفزيون الوطني، كل التضامن كل التضامن، يعني ايش معناها انه زوز صحفيين لولا جاء الامن موجود شو ينجموا يعملوا فيهم؟ هذه هي، وانا عارفه انه هذاك بروفوكاسيون، يعني فما عمليه استفزاز وحبوا ينزلوهم وحبوا يهبطوا الى مستنقع العنف. تخرج باش تعبر على روحك عبر، لكن انك انت تكون مبرمج العنف وتحب تجبدني وتحب تعمل لي رابعه، ما تعملهاش رابعه في تونس، ما تعملهاش، ومستحيل كانت تعملها رابعة في تونس. تاخذ 100 دينار 200 دينار 50 دينار مواليدوخ ب 100 واللي والاخر ب 50. تشوف حافظين مش فاهمين، قلت حافظين ومش فاهمين. شنو حافظين؟ حافظين اللي قايلين لهم عليهم باش يتصرفوا. وشنو اللي مش فاهمينه؟ اللي مش فاهمينه المجتمع التونسي والشعب التونسي وتونس. مش فاهمين تونس والشعب التونسي مثلا، تقول اللي محافظينهم حافظينهم، خلينا نقدم معك شوي في القراءه نتاعك، حافظينهم لهذا الانقلاب اللي قاعد يصير. أي. ومش فاهمين اللي هذا تصحيح مسار حسب وجهه النظر نتاعك. لا فاهمين، لكن نلقى نفس المعلومه ولا نفس الفكر يتبناه مثلا رئيس جمهوريه سابق محمد منصف المرزوقي. شنو ما فهمت شنو قال هو؟ كان نجموا ناخذوا خذ مدام الكاسك باش نجم تسمع معايا التصريح. محمد منصف المرزوقي في فرنسا شنو قال؟ Je voudrais ici dire que le peuple tunisien est unanime pour rejeter le coup d'État anticonstitutionnel. Et j'appelle nos amis français à faire très attention parce que malheureusement, il y a un sentiment francophobe qui est en train de se développer en Tunisie, en Algérie, au Maroc et dans tout le Maghreb. Et en tant que francophone et francophile, je le regrette profondément. Rien n'est plus important pour moi que l'amitié du Maghreb, de la Tunisie et de la France. Mais cette amitié est conditionnelle.
elle est conditionnelle par le fait que le gouvernement français doit rejeter tout appui à ce régime, à cet homme qui ont comploté contre la révolution. وفما كمالة للتصريح جابير نوفرير فرونسي انترفينير اي تو، معناها ادعو للاخوة الفرنسيين للتدخل ولغلق هذا البارونتيز اللي يعتبره هو هذا يا رئيس سابق. جابته الصدفة 700,000 حطوه مش رئيس توينس. لا ما نعترفش بي صراحة، لا مش رئيس توينس. كيش جاي وشكون جابه؟ سمحني اخي انا باش علاش قلت لك انا ما نسمعوش وما نستشهد بي سمعت شويه، معناها عرفت انه شويه عماله وخيانه وهذاك ويجي واحتلونا ويجاونا وانقذونا وكل خاطر تعودوا يا اخي. هذاك هو تاريخهم، راه بلكش تاريخهم مع بن علي ولا غيره ولا مع بورقيبه، اش كان من اجل الشعب التونسي ما كان من اجل السلطه. نقول لك حاجه محمد، اليوم الجماعه هذه اكتشفنا أنهم ما يفرقوش ما بين الدولة وما بين السلطة، وإذا كان السلطة مش عندهم فإنهم هم يقولوا للخارج تعالى أنقذنا، فإنهم هم يقولوا للآخرين الكل هم باطلين إلا هما كي يبدأوا في السلطة. وقتها تخيلوا تونس من غير كذا، فهمت؟ تخيلوا تونس من غير النهضة، من غير كذا. نور الدين البحيري قال هي حاسيلو يعني. وهذا السيد ماشي يستنجد وكل مرة من الجزيرة اللي فرنسا، خويا برتاح. أنا ديما نقول لهم أمانكم، إذا اللي فشل يرجع التالي وخر يعمل مارش أغيير ويمشي يقعد يعمل مراجعات، وما حليك يعمل مراجعات وبعد ما ياخذ وقته، خاطر مش اليوم صارت لك الحكايه غدوه تجي تقولها سي انا متاسف. لا مع المراجعه وتقييم الفتره الكل ما نجمش نسمعك غدوه تقول لي انا متاسف ما نجمش. راجع نفسك، افهم روحك. اصلا انت ب 700,000 دخلت رئيس جمهوريه فاصل غنائي في تونس، فهمت؟ جي اليوم انت بنا اسم وبن شكون باسم شكون انت؟ لا سيفت رئيس سابق، رئيس سابق يحكي على روحه. مع سحب امتيازات الرئيس من محمد بونصف المرزوقي، طبعا ممتازه الخطوه معاه ويلزم في اقرب وقت ممكن. وجوبا كي تقول يلزم، اي وجوبا أي. كل الامتيازات بما فيها الباسبور الدبلوماسي، جواز سفر دبلوماسي طبعا انتها. واذا كان احنا دولتنا تحترم نفسها يلزمها تعمل هكا. نجم توصل اكثر، كان ياخذ كلامك اللي قلته قبيله دوما سمعت التصريح، قلت خونه وعميل معناها في الكلام، معناها كان خيانه الدوله وينجم يوصل اخطر. اي ما يهمنيش انا كيفاش الدوله باش تتفاهم معاه، لكن انا المهم بالنسبه ليا انه السيد يستنجد بالخارج من اجل يعني هذه ساعه وشؤون الداخليه في تونس. سمعتش فرنسا جات قالت لتونس ولا جاي فرنساوي؟ سمعتوش يا عمركم كامل؟ وسياسيين بما فيهم يتقمعوا في بلدانهم جاوش وخرجوا لبرا، جاو يحكي على بلاده وجي. انا اقول وكان كملت التدوينه قلت يشوهون تونس، لازمك تكمل التدوينه. اي طبعا هي التدوينه الى اخره ثلاثه. اي لا هي اهم كلمه هي تشويه تونس، لانه يخرج يشوه، وانا ضد من يشوه تونس وصوره تونس، لان احنا خدم عليها بورقيبه الله يرحمه وخدم عليها بن علي صوره تونس، وكانت من احسن الصور في العالم العربي. كانت تونس تسمى أميرة العرب. اليوم تونس كل واحد فيهم يخرج يا سيدي، هاو مليارات صرفوها يا اخي، في بالكش انت صرفوا مليارات باش جابوا اللوبينج وعملوا كل شيء، اي بعض فلوس حرام يقولوا يعني في السونس كومان تاعنا. أيه. فلوس مشات على روحها. لكن لليوم عند القضاء الملفات مازال ما مصدر فيهم حتى شيء تاع اللوبينج وغيره. لا فلوس. أيه. خرجت. أيه. ش عندنا في القضاء؟ القضاء باش يخدم خدمته. فما محكمه المحاسبات. أيه. وغيره. لا انا نحكي على اللوبينج ما بعد 25 جويليا، الناس قاعده تصرف في مصروف كبير. باهي باش نعطي، ما قلت انا بكل جراه توا. أيه. معناها عندنا صديق في فرنسا صحافي، صديق ديما يعني نتبادل معاه المعلومات وكذا، وهو صحفي. فكلمني ليلة تعيين مدام بودن، فقال لي مدام يلزم نتحركوا. قلت له اش فما؟ قال لي فلان وعلان 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 في القهوة الفلانية في شنية قاعدين يصرفوا في مصروف كبير برشا من أجل سحب القمة الفرنكوفونية من تونس. هذا حكي عليه الرئيس اليوم زاد سيد قيس سعيد. أيوة أنت مديته بالمعلومة هذه؟ ليه عنده فريقه سيد الرئيس؟ تبسيمتك تقول غير هذا. عليه انت مديته بالمعلومه مدام؟ لا. صحافي فرنسي اللي كلمك وعطاك المعلومه هذه قال لك لازم نتحركوا. نتحركوا معناها باش نكتب باش بطبيعه الحال تونس، خاطر تونس. لا تونسي
تونسي. هكا تتبدل المعلومة. أي تونسي. مدام خليك صريحة معايا. أنا صريحة والله صريحة معك. شربوا الوقت وباش تحصل إفادة أكثر. بدينا بصحافي فرنسي وصلنا اللي هو تونسي. لا لا في فرنسا قلت لك صحافي تونسي في فرنسا يعيش. هكا أوضح المعلومة. ولا خلينا نوضحها معناها بتاتخ ما وضحتش من الأول أنا. أما يقول دكتورة يزمنا راهي تونس. لماجد لا تونيزي معناها فهمت راهو تعرفش معناها أنا لحمي قشعر كي تتمس تونس يعني صورتنا والقمة الفرنكوفونية إنها هي تتسحب وكذا وجماعة تخدم عليها. يا أخي لهنا نحب نفهم أنت خرجت من الحكم يعني يلزم كل شيء تيحة وهذا اللي فرق ما بين رجل الدولة ورجل السياسة وأنا ديما نفرق ما بيناتهم طبعا. نقول إنه رجل السياسة همه الوحيد في مصالحه الضيقة ومصالحه الشخصية وحتى الحزبية ساعات يتجاوزها حتى الحزبية المصالح والانضباط الحزبي يتجاوزوا باش يمشي المصالح الضيقة. ثم اليوم انه اللي خسر السلطة اليوم يجري على السلطة ماهوش يجري على تونس وما هموش معناها الدستور والتشريع والشرعية وبديت عاد مصطلحات المصطلحات الكبيرة على رأس الشعب التونسي. في بالك الشعب التونسي كي يشوف واحد يعني انا نخرج ونشوف الناس ونتفاعل ونحل فيسبوك خاطر صحيح انه ماهوش ريفيرونس كبير معناها بلوز اون نجمو نعتمدوه معناها نشوفوا ان ردود الافعال فانه الشعب التونسي اليوم يقول لك ما يهمنيش ما تحكيليش على حوار ما تحكيليش على دستور ما تحكيليش على شرعيه ما تحكيلي هذيك كل القواميس معناها لي كونسيبت هذوك المصطلحات كلها بربي ما عادش تحكي لي في غنى عنها اليوم في غنى عنها اليوم لانه عاش انا مسميتها العشريه السوداء عاش عشريه سوداء عشريه دمار شامل لكن قد دمويه بالعشريه السوداء كانت تقارن مثلا لا بالجزائر نفس المصطلح مش من اول انا لاني الحمد لله انا دمويه معناها محمد نمشي معك انا نقول عليها ونأكد على عشرية سوداء لأني أفهم أن هناك خصوصية المجتمعات وكل مجتمع له خصوصيته. نحن المجتمع التونسي باسيفيك يعني مجتمع سلمي فإنه العشرية السوداء بالمنطق متاع التوانسة وليست العشرية السوداء بالمنطق لا متاع ليبيا ولا متاع الجزائر. ومن يتحمل مسؤولية هذه العشرية السوداء؟ ما تشخصنش مثلا في حركة النهضة برك ولا في الشيخ راجل الغنوشي برك ماكش مش ليه رؤساء الحكومة يظهرلي انت عملت شوية طليت معناها على البروفايل متاعي تشوف اني انا ما نجبدهمش لا. انا نحكي على الطبقة السياسية وفي الخطاب مدام فما التلميح والتصريح كل تلميحاتك تهز الحركة النهضة معناها ما تطلبش كبرشة تطلب يعني جزء هكا جزء بالمية من الذكاء انت تخافهم تلميحات اللي ستاتيو متاعي ترى مثلا لا هو التصريح غير معلن أيه. مثلا كي تقول مازال تحت تاثير صدمه القرارات الاخيره هذه بتاريخ 27 جويلية شكون المقصود الشيخ راشد الغنوشي الشيخ راشد الغنوشي هذا تتفهم معني هو ما انت قلت الشيخ راشد الغنوشي يقولوا متداول لكن مش شيخه باهي سؤالي هل ترى انه لليوم مازال تحت الصدمه ولا استفاق منها ولا هو الان يلوج على منفذ فقط منفذ بأي مصطلح سياسي السفينة اليوم السفينة قاعدة تغرق وفما هروب من السفينة وقفز من السفينة هو بيحاول توا يحاول باش خاطر فما مجموعة من جماعته هكي هربت سيء وكل واحد وهروبه كيفاش باش يكون بطبيعة الحال حنا قاعدين نتفرجوا في المشهد محلاها المسرحية السيناريو ياسر مزيان قاعدين نتفرجوا عليهم جماعة قفزت جماعة مازالت هكا ساق هنا وساق غادي ساق في البر وساق في البحر وجماعة قاعدة وهو قاعد يلوج على منفذ فما نيغوسياسيون بتاتخ ما نعرفش دونك يمكن انه هو يدخل في نيغوسياسيون كيفاش باش يخرج الخروج الآمن لأنه فما خروج من خروج فما خروج آمن وطبعا الخروج الآمن يتطلب اتفاقيات يتطلب نعطيك ولا نتخلى على حاجات في المقابل اكيد ماهوش باش يدخل هو في النيغوسياسيون معناها ديريكت اكيد انه فما شكون باش وحسب مصادرك شكون الطرف اللي متكفل بالنيغوسياسيون هذه لا مصادري مازالت ما قتليش تنقول لك كيف المرجع احساسي يقول لي مصادرك قالت لك كما تتحفظ اليوم تنجم تقول لي نتحفظ مش نتحفظ عندك المعلومه ما تتحفظ لا ما عنديش باه نقدموا شويه في الحوار مدام برشا ملام يتقال عليك وعلاقاتك بالدول الاجنبيه ويوصل حتى اتهامك بالتآمر على الدوله والتعامل مع مخابرات اجنبيه و
توصل حتى الجوسة يقولوا انك عامله. عامله انا سبيدر وومن على كل حال تلسخت اللي انا عندي عماله مع مصر مع السعوديه مع ايران مع المانيا مؤخرا مع شكون اخر امارات مع شكون اخر خلينا مثلا مش موضوع هين معناها ما ناخذوش هكا بالخفيف ولا بالاستهزاء ما شنو حقيقه الاتهامات هذي؟ كذب وافتراء. انا نمشي صحيح انا نسافر برشا ونحاضر في كل جامعات الدول في الصين زاد حتى الصين متهميني بها في بالك انا مشيت خمسة مرات للصين وحاضر في المعهد الدفاع الوطني نتاع الصين دونك مشيت للهند زاد حاضرت وتصوري ديما نهبطهم انا سفراتي كل نهبطهم اي بعد ما نكمل السفر نعمل عقد نتاع جوسسه معقول شنو هي هذا انا سماها قله حياه وافتراء الغاية منها تشويهك تعتبروا هذا؟ طبعا لأني أنا هم أصلا في الفترة السابقة تلك الطبقة التي أو المنظومة اللي كانت كل من هو يعني ينجم يكون إنسان ذكي يجب تشويهه و و و و كل من هو ضدهم في كنف الديمقراطية يعملوا له مجموعة يعني تخدم عليه. تصدق محمد كنت أنا نهبت ستاتيو أنا مازلت كي نكليكي ونلقى جماعة تهبط تسب مباشرة يعني فما واحد جماعة عندهم أورديناتور فهمت وقاعد سبيسيالمون بدرة قعلولش قاعدة تهبط فهمت أو مهما كان يسيدك حتى دراسة مرة هبط دراسة الباحث من الباحثين اللي عندي في الوحد فقال إنها كاذبة وهذه الدراسة هي عملتها وهي كذا هو ما قراهاش مازال ما قراهاش باش تفهم أنت شنو اللي فما يعني إنه فما ناس فما جماعة وما نذكرش الأسماء لكن سيحاسبون شيك بهم قدم بهم شكايات لا أجيب الأنذال لا أجيب الأنذال هم أصلا يحبوا يطلعوني للمربع هذاك مربع أشكي بي ونشكي بيك وكذا لا خذ راحتك ولا أجيب الأنذال لكن أنا أجيب الأنذال بشيء واحد هو بالعمل العمل نزل دراسات نكتب مقالات نسافر نحاضر في كل البلدان نعمل مؤتمرات في تونس طبعاً. آخر مؤتمر عملته من أقوى المؤتمرات هو مؤتمر المرتزقة وتأثيره على منطقة شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء وكان فما يعني ليبيا كانت موجودة من الشرق والجنوب والغرب كذلك النيجر نيجيريا تشاد الكل يعني أنا أجيب بالعمل العمل لكن في دولة القانون القضاء يحميك زيادة القضاء يكون هو تو ينجمي ولا يحميني القضاء تو قبل ليه؟ لا علاش؟ ما عنديش ثقة فيه مع احترامنا لكل قضاة اليوم رجعت ثقة في القضاء طبعا احترامنا وأنا نحترم يعني المؤسسة القضائية نحترمها ونحترم أكيد فيها شرفاء وأكيد فيها رجالها أنا كانت صراحة ما عندي حتى جرام ثقة صراحة يعني اليوم رجعت ثقة معناها اليوم تنجم تشكي تقدم شكايات باللي تعتبره شوهك ولا قال فيك تهم كبيره راهو الجوسه والعماله والتخابر الدول الاجنبيه راهي تهم هي عاده هما تو الجوسه والعماله والخبراء هذوما الفطاحله اللي يحكيوا على الجوسه يا اخي وين المؤسسه الامنيه اللي كانت تحت ايديهم ومؤسسه القضاء وينهم عادش فيهم متحركوش اذا كان قاو ليديهم اكيد مش باش يفلتوني واضح باش نتعدى معاك مادام الفقره تو اسمها اشاعه ولا مش اشاعه باش نعطيك بعض الاخبار قل لي هل هو خبر صحيح ولا مجرد إشاعة توتسيت okay. إشاعة وإلا مش إشاعة أول خبر أي. عندك سيارة مدرعة سيارة مدرعة هك إشاعة ولا مش إشاعة إشاعة ما جاتك شهدية سيارة محمية من الهجمات وكل ما عندكش شكون يعطي في الهدايا اليوم مش خاص كان يعطوني هدية من نوع هك نقبلها على طول يعني إشاعة الخبر أكيد به الخبر اللي بعده تحكمت بالسجن بأربع سنوات وبعلاقاتك ما يعني تغيب الملف بحي هذا يلزمني نحكي فيه باش نحلها إنفابورت المركز عمل المؤتمر والمؤتمر يعني السبونسور جبد بينا فقعدنا نخلصوا فيه بشوية شيك هو في مونتو معين و 6000 دينار تقريبا والمشكل انه تعملت قضيه نهار سبت وفيت في
وأنا مسافرة للقمة العربية الخليجية الإسلامية. بطبيعة الحال كانت المراقبة كبيرة برشا. خلي الناس يفهموا علاش قلت لي أنت مسافرة، على خاطر هي تأولت أنك حبيت تهرب من البلاد. أي أنا مسافرة للقمة وتم إيقافك في المطار. في المطار وقالوا لي فيك برقية تفتيش، فكلمت المحامية متاعي مباشرة، نشكرها السيدة نادية شواشي وهي معروفة، تحية تحية للسيدة نادية والمتخ. دونك مشيت، هي عندها أكيد عندها شك ومحطوط عطيته لها أنا وكانت باش تخلص وما نعرفش هي ظروفها. دخلت للقاضي قالت له راهو انا هاهو الشيك قدامي بالخلاص والمرأة خالصة وانا المشكلة فيا انا وشنية. سيد القاضي شكرا ليه لانه يعرف، وقتله هي في المطار الان وهي ماشية للقمة العربية الخليجية الاسلامية وهي في المطار الان، فتم كف تفتيش وسافرت وما هربني حد وحتى حد. والغريب ما كنتش بتهرب؟ نهرب على 6000 دينار، هذا اللي خرج. دي ناس ما هربتش على المليارات سرقينا باش نهرب هنا على 6. ليه باش انا قلت لكم القمه وانا ودوب اللي وصلت والصحفيه اللي نزلت هذا ستحاسب ومني لهنا وهي تعرف روحها الان من عندكم لهنا باش نقول لها مدام انتظريني. اوكي تهديد راهو يعاقب عليه القانون مثلا. لا انتظريني ستحاسب لأن هبطت إشاعة راهي وهبطت علي حكايات. أنا بابا دخل القهوة قالوا له بنتك في الحبس وأنا بنته في السعودية وبابا عامل دوزان فراكتيوس وماما متوفية. يعني تخيل المدام هذه اللي نشرت إشاعة من نوع هكا ورجل رجل كبير وداخل القهوة في بلوش، شنية نجم تكون؟ لطف. أي شنية نجم تكون؟ فهمت لطف. شنو اللي نجم يكون واحد يجي يشوهك بالطريقه هذه؟ اكثر مره ذهل لي تفجعت فيها خفت على والدك مش عليك انت؟ لا ما خفتش على روحي انا. أي. انا عارفه روحي ما عامله حد شيء. انا من بعد دوب اللي وصلت للمملكه العربيه السعوديه كلموني عائلتي قالوا لي اش فما راك انت، قالوا هما اصلا هبطت لي انا في السجن. من بعد كيف انا ديرك قال طلعنا لقد قلعنا فهمت، لقد تم تهريبها. نهرب مدام على 6000 وانت شني سارقه انت ساعه من الدوله هذه؟ ولدك لاباس الحمد لله. الحمد لله. لكن انا اللي 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 هزني وقتها مش انه خاطر انا متعوده لان قلت لك ساعات كي نلقى ما عادش يشوهوا برشا نقولش بيهم هذوما فين مشاو. قل الضرب. شنو قل الضرب؟ اش فما زعما انا غالطه؟ فهمت؟ لكن العمليه هذيك ومن بعد رجعت وكان في العيد وعملت عمره نهار 27. ربي يتقبل. امين يا ربي يتقبل الجميع. وروحت وسويت وضعيتي العاديه جدا واللي هي موجوده وعاديه واضح. وانا وضحت هذا لكن نحب نقول لكل من تسبب في اذى حسبي الله ونعم الوكيل. واضح. وانه يمهل ولا يهمل. وماما الله يرحمها كانت تقول الحاجه محلاها، قولي خليهم لربي، قولوا يا ربي انا ما نطلعها وانت ما تضيعها. وكها واضح. الاخبار الاخراني اشاعه ولا مش اشاعه وناخذوا فاصل بعده. بحثت في يوم من الايام قدام فرقه مكافحه الارهاب في الجرجاني، ما قلت له على الحكايه عين سلطانه ووقت اللي قلت لك في البدايه حكينا عليه الموضوع هذا وقلت لك ما تلهاوش معناها بالعمليه الارهابيه وقالوا منين ليك المعلومه فهمت. والتسجيل صوتي في التليفون اعطيته التسجيل ووقتها الباجي الله يرحمه وينعمه وقت اللي انا في الجرجاني معناها ومديت الفلاش اللي فيه التسجيل السيد الرئيس كان الله يرحمه كان يسمع فيه وقتها قال لهم كفاكم افتراء على المرأة. هذا اش قال الباجي قايد السبسي؟ وقف الموضوع كامل. ولولا الباجي قايد السبسي لما كانت ديفياسيون كبيره للموضوع وكان يمشي لحكايه اخرى. اوف لولا الباجي قايد السبسي بدر قالوا اليوم يمكن راهي في السجن. في السجن صح. بتهمه خطيره جدا. بتهمه خطيره جدا انه من اين لك المعلومه انه المجموعه الارهابيه كانت باش تعمل عمليه ارهابيه. فوار حتى التواصل مع المجموعات الارهابيه تنجم توصل للتهمه بما انه التسجيل فيه مكالمه.
هي شنية هي ما سيد الرئيس في باله بها وش نقول ما قلنا بصراحة 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 معناها ولا التاريخ هو كانت هناك معناها سيدة هي تخدم مع مجموعة أمنية وكانت تخدم معناها من فرق الإرشاد وكل وقت اللي تمت إقالة السيد لطفي إبراهيم هي جات والتجأت وقالت لي عندي معلومة خطيرة جدا باش نحكيها للناس ده باش تعرف شنو شهادة للتاريخ شهادة للتاريخ باش الناس تعرف السيدة قلت لها شوف انت ما مش عنا فيه الوزير مش لكن فما استمرارية الدولة ما عش كنت تتعامل قلت لي مادام راني ما عش عندي ثقة قلت لها ابعث توا حالا التسجيل الفويس اللي عندك ابعثوا وخلي نشوفوهم يردوا عليك ولا لا بعثت وشفنا يهزو وكهو فمتى وكانت نهار 5 جويلية 2018 نصف النهار ونص العملية صارت نهار 8 جويلية الصباح دونك وقتها أنا بالحق تصدمت كنت نتصور إنه وقتها الناس بشتخدم على روحها فمتى المعلومة كيفاش تم أخذها بجدية أو بغير جدية أو ما نعرفش أنا شنو اللي صار بالضبط ما نعرفش دونك وقت اللي أنا قلت كانت المعلومة وأنا أعلنت عليها وقتها أنا في تلفزة عربية قلت المعلومة كانت موجودة علاش ما تعاملوش معها ووقتها هما الدنيا تقلبت وقالوا عندها معناها تتعامل مع الإرهابيين تواصل مع مجموعة إرهابية تواصل ومن مجموعة لطفي إبراهيم على فكرة نحييه جدا لأنه فعلا كان رجل ممتاز جدا رجل دولة بامتياز تعتبره رجل دولة بامتياز شكرا لك وسيل باجي راهو كان في باله بول كل الحيثيات واضح كلها بالتفصيل الممل والتسجيل مشى الله يرحمه وهو وقتها فصل في الموضوع على فكرة أنا اللي القاضي اللي وقفت قدامه هو البشير العكرم واضح شكرا لك دكتورة هذه باش يعرف عدد الناس القضية هذه وفيها بشير العكرم شكرا لك دكتورة بدرة قعلول شكرا خلاص الطرح انتهى وحسم الأمر قرارات قوية في كل الأحوال غدا سيقلب الطرح والوضع لن يبقى على ما هو عليه تدوينة بتاريخ 24 جويلية شو مصادرك شو قربك للرئاسة الجمهورية ورئيس الدولة كيف يكون التواصل مع رئيس الجمهورية وهل تأكد أنه الإتاحة بمخطط اختيار رئيس الجمهورية قيس سعيد عندك عليه معلومات نعم أم لا في الجزء الأخير من حوارنا بعد الفاصل خليكم راجعين إيفام على الراديو مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم كاملين حوارنا في الجزء الأخير مع الدكتورة بدرة قعلول توت سويت أليرت روش أليرت روش بدرة قعلول أنت الحل الأخير لتونس مش معنى أنا الحل الوحيد لتونس. الجملة هذه لشكون تنجم تقولها الدكتورة بدرة قعلول تقول له اليوم أنت الحل الأخير لتونس لشكون قلتها للسيد الرئيس قبل حتى 25 جويلية ديركت هو الحل الوحيد لأنه هو في يده السلطة وفي يده الكثير من الأشياء أنه ينقذ بها تونس على تواصل مع رئيس الجمهورية؟ لا نعود لك سؤالي لا نبرة صوت وانت أدرى مني مدام تقول انه الإجابة ماكش متأكدة منها نعود لك ما فما تواصل مباشر وغير مباشر يعني سألت على التواصل فقط خاطر انا وقت اللي كنقول انا على تواصل مدام بدرة قعلول نعم. على تواصل مع رئيس الجمهورية نعم ام لا لا أحسن الإجابة لكن غير مقنعة مرة أخرى ما فما حتى تواصل مع رئيس الجمهورية تواصل غير مباشر غير مباشر 24 جويلية 2021 حتى إنسان ما كان ينجم ينتظر ولا التخمين حتى يخمم في الستاتيو اللي تكتبوا أنت هذا مش نقول 24 ساعة قبل لا 12 ساعة قبل 15 ساعة قبل 25 جويلية صحيح أنا هبتها 6 متاع العشية ولا 9 متاع الليل 9 متاع الليل تقريبا 9 متاع الليل تقريبا قلت خلاص الطرح انتهى الطرح انتهى صحيح وحسم الأمر صحيح قرارات قوية في كل الأحوال غدا سيقلب الطرح والوضع لن يبقى على ما هو عليه
كاين كنت متاكده كاينك عندك علم باللي باش يصير نهار 25 جويليا ولا مثالش تنجم تراوغني وتقول لي هي مجرد قراءه كي يبدا العبد ملم بالشان السياسي؟ هي من حيث انك تكون ملم بالشان السياسي ربما تكون لكني مش باش نقول لك نراوغك بالطبيعه خاطر ما نجمش نراوغك انت. شكرا. فهمت هو اني كنت متاكده فعلا كنت متاكده. عندك المعلومه؟ كنت متاكده وحتى منه غدوة 6 متاع العشية قلت انتهى الموضوع والقرارات ستنزل 6 متاع العشية كنت متأكدة. اما في بالك حاجة وش قولك حاجة نقولها للناس كل كنت متأكدة 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 ونستنى في الرئيس باش يتكلم باش يعلن باش يعلن ما بين اني وقتها الوقت هذاك وقت اللي السيد الرئيس باش يعلن وفي الاجتماع مع مجلس الامن القومي انا ما نعرف مش شك لكن اضطربت وقتها كان عندي اضطراب يعني في شويه خوف شويه خوف في المنزل متاعي يا ربي يا ربي يعملها يا ربي يا ربي تعرف ايش معناها واحد يقول يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يعملها يا ربي يتكلم قبل ما يتكلم قبل ما يتكلم تفعيل الفصل 80 مازال مش متروح تسريبات خرجت قبل اشهر في ماي انا قلت لك كنت متاكده يعني وقتها قبل ما الرئيس يتكلم وانا نستنى اي نقول يا ربي يا ربي يا ربي يعملها يا ربي نعرف انها صعيبه يا ربي نعرف انها رزينه يا ربي نعرف يا ربي لكن معانا مع تونس لحظه الاعلان كيفاش نكلم في بابا ونبكي قلش بك تبكي نقول له فرحانة أقسم بالله العظيم كانت أكبر فرحة بالنسبة لي نهار اللي خديت الدكتوراه متاعي لكن الفرحة اللي حسيتها وقت اللي الرئيس أعلن ما لا أقوى 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 لأنها كانت وقت أخذت كرهبتي وخرجت ودرت زمرت مع التوينسة زمرت مع التوينسة فرحت مع التوينسة زغرتت مدام ما نعرفش نزغرت مالوريزمون مالوريزمون هذه ما نعرف الحاجة الوحيدة ما نعرفهاش دايوغ فهمت دي تال سوغت اني انا مانيش عارفة روحي كيفاش نجم نعبر ندور بالكرهبة وندور بارتو راهو حتى وصلت لشارع حبيب بورقيبة ما عرفتش فين نحط كرهبتي رجعت فهمت وكلمتني تلفزة أجنبية قالوا لي التحليل قلت لهم انا مواطنه تونسيه اليوم مانيش لا استراتيج ولا دكتوره ولا اي انا اليوم انا الليله مواطنه تونسيه انا الليله نقول هذه حجر الاساس توضعت لتصحيح المسار وقتها انا معناها انكونسيامون بتاتر ما فكرتش فيها الليله تصحيح المسار والحمد لله. سؤال هل الوحيد اللي كان قادر على القيام بالخطوه هذه بالحجم نتاعها واهميتها وخطورته للموقف في حد ذاته وتفعيل الفصل 80 وما نجر عليه من التاويلات اللي اليوم نحكيو فيهم هل هو الوحيد كان قادر الوحيد قيس سعيد بعد الثوره لليوم هو الوحيد اللي كان ينجم لا كان فما شكون عنده المجال لكن ما كانش عنده الظروف ماهيش مهيئه بجنباته فهمت ماك تعرف انت ما فماش واحد راهو وحده ينجم يجني معناها البطولات او فما اللي مجنباتك المجلس الامن القومي الكل اللي جنباتك لجنباتك وكيكون فما واحد معناها مجموعه انها تؤمن بمبادئ الدوله ومجموعه قويه فانك تقول اكيد انه هذا هو وقتها الرئيس ثم انه الرئيس سيد قيس سعيد ما ننساوش انه استاذ القانون الدستوري وان كتب معهم الدستور وانه مخول له ويقدر على تاويل الدستور وفصل 80 اكد انه يكون موجود قال يجي نهار وتنجموا تستحقوه هكا استحقوه هو ما استحقوهوش هما فهمت تذكر احنا صغار يقريونا من حفر حفر جبن لاخيه وقع فيه فوقعوا فيه وهو الوحيد اللي يقدر عليه انه يأول ويعطي قراءات للدستور لا انا لا واحد اخر معناها فهمت دونك انا كنت تقول لي اجا نعملوا قراءه استراتيجيه تو نمشي معاك قراءه استراتيجيه مع قراءه الدستور مع استاذ قانون دستوري طبعا وثم النظافه نتاعو السيد الرئيس مشهود لها ثم انه هو ما ننساوش انه نجح الانتخابات ب 72%
في الدور الثاني. اي شنو تعيب عليه الرئيس قيس سعيد؟ شنو العيب على السيد الرئيس؟ نعيب مش عيب معناها انا ما نجمش نقول لا, لا 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 مش ما نجمش لا المرحله هذه على الاقل في المرحله هذه قيس سعيد الرجل المناسب لكن يتباطأ معهم شوية. وأنا مثلا نقول أنه يجب الحسم والضرب بقوة لأن السلطة تحب الضرب بقوة وتحب أكل نضرب الحديد وصخور. واضح من العبيد مدام اللي أكدوا الإتهام مخط لاختيار رئيس قيس سعيد مؤكدة المعلومة؟ مؤكدة مخطة اختيال. تعطينا شوية تفاصيل على المعلومة اللي عندك؟ لا ممنوع؟ أنا قلت لا. ليه تفهمنا مادام مش تكون صريحه وجريئه؟ ايه صريحه وجريئه لكن صار حق المستمع كان تقول لي ملف منشور ولا القضيه ما زالت منشوره ولا ما نجمش نمد لاسباب امنيه ولا نحترم لكن ليه من باب ليه كون كريمه معايا شوي. انا كي نقول ليه مش معناها لاني من باب ليه انا ما نجمش نقول ليه من اجل الله او نعم من اجل النعم اكيد لا لانه فما اسباب وفما تحقيق وفما دوله باش تحسم في الموضوع ما فماش علاش انا ندخل في موضوع كيما هكا لكني اؤكده انه كان فما تخطيط جدي ورسمي لاختيار الرئيس قيس سعيد قبل بعد 25 جويل. اي واضح مدام قبل ما نكملوا الحوار باش نتعداو الفقره الاخيره لجوده تروفي وهي مرحله التتويج اللي نكملوا بها الحوار معك. جوده تروفي باش نعطيك زوج شهيد في يدك اليمين شهاده شكر وفي يدك اليسار شهاده توبيخ ونعطيك زوج اسامي كل اسم ياخذ شهاده. واحد باش تعطيه شكر واحد باش تعطيه توبيخ وبايجاز. جوهر بن مبارك صافي سعيد لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ زوج توبيخ. ما نجموش مالوريزمون ما نجمش نعطي الشكر حتى واحد فيه. علاش تعصف هذا؟ مش تعصف. تعصف على قانون البرنامج. تعصف على القانون اي باش نتعصف عليك تعرف عندي شويه هيك عسكريه شويه دونك نتعصف والزوز هذا مستحيل انك تعطيهم هذوما توبيخ وشويه الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. لاحظت ما تحبش تقول اساميهم؟ لا. جوهر بن مبارك وصفي سعيد. اي ما تحبش تقول الاسامي نتاعهم؟ زوز سياسيين. شنو الموقف هذا مدام؟ تونس تعتبرهم ضد تونس اليوم؟ اي باه هذا باش ناخذ رايك ولا كي حريه الاختيار؟ زوز اسامي اللي من بعد لمن الشكر ولمن التوبيخ هذا مش يعجبوك؟ لمن الشكر ولمن التوبيخ؟ ياسين العياري وسيف الدين مخلوف. يعني هكا قلت نختار لك حاجه تعجب. علاه تتوقع معناها تبروفوكي فيا؟ توبيخ. لا واحد شكر واحد توبيخ. لا توبيخ. واحد شكر واحد توبيخ مدام. مستحيل. مدام يعيشك. هات انت عايشك. واحد شكر واحد توبيخ. ما تلزليش ما نجمش لهذا لهذا. ما نجمش. ما يستحقوش الشكر زاد؟ لا شكر ولا ليه؟ شكر شنية؟ شكر على شنية؟ شكر على ماذا؟ توبيخ. كان عندك مساج تحب تقوله لهم شنو المساج؟ لا ما نحكيش الأربعة هذوما اللي لا ما نحكيش معهم. ما نحكيش معهم. أنا نحكي مع الدولة مع الوطن مع الوطنيين مع الأحرار. شنو نحكي يا محمد؟ جيب لي حاجة أخرى أعطيني اسم آخر خلينا نقول له الشكر. في حلقة أخرى إن شاء الله مدام بدرة قعلول. سعيد جدا دكتورة أنك كنت ضيفتي اليوم في الدوامة. شكرا على رحابة صدرك في الإجابة على كل الأسئلة. ونعتبرك صندوق اسود بدينا نفكه في رموزه شويه اليوم. شكرا على صراحتك. شكرا يعطيك الصحه. ميرسي بوكو على الدعوه. الفرصه زاده فرصه جميله جدا انك اعطيتها لي باش نوضح فيها الكثير من الاشياء. تحياتي الى كل احرار تونس. تحياتي الى يافام بطبيعه. شكرا. وشكرا لك انت زاده وشكرا لكل احرار تونس وحرائر تونس. بالتوفيق الى الحكومه حكومه السيده نجله بودن. اكيد وان شاء الله الخير والسلامه الى تونس. ونقول من هنا يعني انا متاكده ان المسار صحيح وسميت تونس وطن التحدي. تونس وطن التحدي. شكرا لك دكتوره. تحيه لكم مستمعينا وتحيه الكامل للفريق امين في الاخراج طارق حنيش وسام الصافي في الاعداد وكامل فريق اعداد الدوامه تحيه لهم. أبا وإيهاب في FM TV روف الأحمر في الريداك معنا في الويب كامل مستمعين. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد. نهاركم أسعد الأيام ويا مرحبا.